مشاهدي بلقيس أينما كنتم، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة التدخل الإيراني في اليمن ودعمها للمتمردين الحوثيين وأثر ذلك على مستقبل اليمن والمنطقة العربية. قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن الحكومة اليمنية تعتزم تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن ضد إيران متهما إياها بالتدخل في الشؤون الداخلية لليمن ودعم القوى الإنقلابية. وكان الرئيس هادي قد شن هجوم لاذع على طهران متوعدا بنزع اليمن من مخالبها ومؤكدا على أنه لن يسمح بنقل التجربة الإيرانية إلى بلاده. وفي المقابل قال الرئيس الأسبق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي إن بلاده لن تتخلى عن حلفائها في سوريا والبحرين واليمن، وهو ما يؤكد أن طهران ماضية في مشروعها التوسعي في المنطقة غير مكترثة بالإدانات الدولية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: عن الأثر التدخل الإيراني على مستقبل اليمن في المحور الأول، أما في المحور الثاني فسيكون عن الوسائل المتاحة للحكومة اليمنية لمواجهة التدخلات الإيرانية. قبل البدء في مناقشة موضوع هذه الحلقة نذهب لنتابع هذا التقرير. يوم بعد آخر تمتد يد إيران في المنطقة وتتوغل أكثر متجاهلة كل الإدانات الدولية والأممية الداعية إلى وقف تدخلاتها، الأمر الذي رفع من منسوب الاحتقان لدى المتضررين ومن بينها اليمن. الرئيس هادي ومن على منصة الأمم المتحدة شن هجوما لاذعا على طهران متوعدا بنزع اليمن من مخالبها ومؤكدا على أنه لن يسمح بنقل التجربة الإيرانية إلى بلاده، داعيا المجتمع الدولي لوضع حد لتلك التدخلات التي وصفها بالسافرة والهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. في الوقت ذاته قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن الحكومة اليمنية تعتزم تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن ضد إيران متهما إياها بالتدخل في الشؤون الداخلية لليمن ودعم القوى الانقلابية. خلال الحرب الدائرة روحها تمكن التحالف العربي وقوى دولية أخرى من اعتراض العديد من شحنات الأسلحة القادمة من إيران إلى المتمردين الحوثيين، وهو ما يثبت حجم التعاون بينهما الذي لم يعد بالخفي، خصوصا بعد التصريحات الأخيرة لقائد الحرس الثوري محسن رضائي الذي أكد أن بلاده لن تتخلى عن حلفائها في سوريا والبحرين واليمن. وذهب البعض إلى القول بأن إيران استأجرت جزرا في إحدى الدول الأفريقية الواقعة قرب المياه الإقليمية اليمنية مستخدمة إياها كمحطة لنقل الأسلحة لميليشيا الحوثي في الداخل اليمني. نبدأ بمناقشة موضوع هذه الحلقة مع المحلل السياسي الأستاذ سليمان العقيلي، ينضم إلينا من الرياض. أهلا بك أستاذ سليمان. أهلا، مساء الخير لك ومشاهديكم الكرام. أستاذ سليمان، بعد التصريحات الأخيرة للمسؤول السابق في الحرس الثوري الإيراني حول أنهم لن يتخلوا عن حلفائهم في سوريا والبحرين واليمن، كيف تقرأ هذه التصريحات وما الذي تريده إيران؟ هذه التصريحات تؤكد في الواقع في اعتراف إيراني بالتواجد العسكري والسياسي الإيراني في الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية ومحاولة تحريك الأحداث داخل هذه المجتمعات لصالح المصالح الإيرانية. وهذا في الواقع هو استمرار للنهج الإيراني الذي كنا نقول للعالم جميعاً أنه نهج عدواني وعدائي وتدخلي واستعماري، ومع الأسف الشديد هذا العالم وخاصة يعني أن القوى الكبرى يتحالف مع إيران ضد إرادة الأمة العربية وضد الأمن والاستقرار في العالم العربي وضد وحدة الدول العربية، ونرى مشاريع التقسيم الإيرانية الأمريكية الروسية في سوريا وكذلك نرى في العراق ونرى يعني نلمس آفاقها في نظرها في اليمن. هذا إيران في الواقع متحالفة
مع القوى الكبرى لتمزيق المنطقة، وهي لديها بما يبدو ضوء أخضر من القوى الاستعمارية كيما تنفذ خطة الدول الاستعمارية، ولذلك لا أمل يرجى لا من مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة ولا القوى الكبرى. الأمل هو في أبناء هذه الأمة للذود عن حياض بلدانهم وأمتهم، ولا يقابل الحديد إلا بالحديد والنار بالنار. ولذلك أنا أعتقد أنه هذه التدخلات المعلنة والسافرة أصبح الإيرانيون أو القادة الإيرانيون العسكريون والسياسيون لا يخجلون من الإعلان عنها، وكأن بلداننا حق مشروع للمصالح الإيرانية، وكأن بلداننا يعني يفهم دكتور أستاذ سليمان يعني يفهم أستاذ سليمان من حديثك أيضا فيما يخص تحليلك لتصريحات المسؤولين الإيراني أنها كأنه فيها نوع من التحدي للمجتمع الدولي، تقول أن إيران تبحث عن مصالحها في المنطقة وهي غير مكترثة بكل الإدانات ولا بالمجتمع الدولي. سؤالي عن أين تتقاطع مصالح إيران مع المجتمع الدولي إذا كان هناك كما تقول ضوء أخضر يسمح لها بالعبث بالمنطقة؟ نحن في المنطقة نعاني من هذا التحالف الصهيو فارسي أو الصهيو صفوي، هو في الواقع تحالف لتمزيق المنطقة، هذه المنطقة المكلومة والتي تعاني من القوى الاستعمارية منذ بداية القرن العشرين، وهي تعود اليوم بالتعاون والتحالف مع الفرس لتمزيق منطقتنا والإسقاط دولنا العربية نهبا للأطماع الغربية الواضحة. وأنا في الواقع يعني أرى أنه هذه التدخلات لا تواجه من القوى الكبرى بالمواقف الحازمة، بل تواجه بالتواطؤ وكذلك بالرضا. وذلك نرى التسهيل للأعمال الإجرامية لمندوب إيران ووكلائها في المنطقة، ونرى الدفاع القوي جدا عن مشاريعهم وعن مخططاتهم سواء في اليمن أو في العراق أو في سوريا. وأنا أعتقد أن القادة العرب والحكومات العربية والشعوب العربية ينبغي أن تتخذ وقفة موحدة وجادة. مع الأسف الشديد بعض الدول العربية تتخذ ما يسمى بالموقف المحايد، ولكنه في الواقع موقف تمييعي ليس محايد، وإنما مؤيد لهذه الغارة الاستعمارية. أستاذ سليمان، بما أنك أشرت إلى القيادات العربية، هذه التدخلات الإيرانية ليست وليدة اللحظة، هي على مر سنوات ماضية. أين كانت القيادات العربية والدول العربية؟ لماذا لم تتنبه لهذا المشروع؟ هو إيران منذ الثورة، منذ تفجر الثورة في عام 1979 وهي تدرب في السعوديين وفي البحرينيين وفي العراقيين، ونعرف انه عراقيين حاربوا الجيش العراقي الى جانب الجيش الايراني، ونعرف ان هناك بحرينيين انخرطوا في منظمات عسكريه وميليشيات في لبنان وفي العراق، سعوديين وبحرينيين بتنظيم من الحرس الثوري. مع الأسف الشديد الدول العربية لم تتخذ من السياسات والإجراءات ما يحصن أمنها القومي وأمنها الوطني، وكانت هذه السياسات المتجاهلة للخطر الإيراني أو التي يعني تغمض العيون عن الخطر الإيراني، الآن بدأنا نحصد نتائجها. الآن إيران تهددنا في عقر دارنا في اليمن وفي السعودية وفي البحرين، وهي قد وصلت إلى قلب حلب ولا قلب الموصل والفلوجة، وفي تسيطر على بيروت ولا يتوانوا عن القول. لكن للأسف يعني ما زالت الدول العربية هي في موقع الدفاع لصد هذه التدخلات، يعني لم نشهد أي مبادرة تقوم بها الدول العربية لعكس هذه التدخلات ونقل المعركة ربما إلى الشأن الإيراني. سأعود لك واستأذنك بالبقاء معنا. أستاذ سليمان العقيلي ينضم إلينا من عدن الباحث في الشؤون الإيرانية الأستاذ عدنان هاشم. أهلا بك أستاذ عدنان. أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم وبالمشاهدين الكرام.
أستاذ عدنان، بداية كيف استطاعت وتمكنت إيران من التوغل في المنطقة العربية برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إيران استطاعت عبر أكثر من خطوة وأكثر من خريطة للتحركات، منها أن إيران في خطتها لعام 2025 التي تحاول الوصول إليها تسعى إلى امتداد نفوذها إلى يشمل تقريبا 14 دولة عربية وأفريقية. إيران استطاعت من خلال تجيش الجماعات المسلحة أو فرق من الطائفيين الموجودين في تلك الدول أو ما تسميهم إيران بالمضطهدين حسب الدستور الإيراني، تجيشهم وعملية إرسال وتدريبهم وإرسال السلاح إليهم والتواصل معهم من وقت مبكر في ثمانينات القرن الماضي بعد حتى ما حدوث الحرب العراقية الإيرانية. إيران استطاعت في ظل وجود تخاذل عربي مشترك وصراع عربي داخلي من الوصول إلى تلك العواصم والسيطرة عليها. لاحظ بأن اتفاق الطائف الذي أعطى حزب الله الثقل المعطل في الحكومة اللبنانية وسمح ببقاء السلاح كان برضا عربيا. الحديث أيضا عن تدخلات حزب الله الموجودة في سوريا نلاقي بأن هناك أحاديث عربية من بالسماح لها بالتمدد والحديث حول الصراع السعودي إيراني واختزال المشكلة في السعودية وإيران. المشكلة بين إيران والشرق الأوسط هي مشكلة عقدية ومشكلة تفكيرية، مشكلة قومية. إيران تحاول التمدد من أجل استعادة الإمبراطورية الساسانية، الإمبراطورية الفارسية. هذه الإمبراطورية التي تحاول إيران الوصول إليها هي من أجل إضعاف العرب ومكانتهم في المحيط العربي والإقليمي وأيضا في تأثيرهم في الملفات الدولية. طيب إذا ما عدنا إلى الشأن اليمني والتدخل الإيراني، يعني ونحن نناقش موضوع هذه الحلقة بناء على التصريحات الأخيرة سواء للمسؤولين الإيرانيين أو المسؤولين اليمنيين، باعتقادك ما هي المصلحة الأهم التي ترجوها إيران من اليمن بتدخلها؟ لاحظ بأن إيران لا تدفع تكاليف في اليمن مثل ما تدفع في سوريا، بينما معظم التفكير الإيراني هو إذلال شبه الجزيرة العربية والتأثير أيضا على إدارة الحرمين الشريفين. وجودها في اليمن هو يمثل عملية ضغط كبير، أو تعتقد إيران بأن اليمن هي مستنقع لدخول السعودية في حرب استنزاف طويلة المدى من أجل الحصول على مكاسب أكبر وأكثر في العراق وفي سوريا. أيضا إيران تنظر بأن وجودها قرب باب المندب يؤثر أيضا على عملية الملاحة البحرية ويجعل لها كلمة أكبر من المحيط العربي والمحيط العربي والإقليمي. أيضا إيران تحاول مع مصالحها الموجودة في أفريقيا التي توسع وتنتشر خلال الفترة الماضية بأن وجودها في اليمن أيضا عامل كبير وعامل مؤثر من أجل ذلك. أكثر ما تفكر في إيران هذه الفترة هو استمرار الحرب الموجودة داخل اليمن من أجل الحصول على مكاسب في سوريا ومواجهة أكبر للسعودية. السياسيين الإيرانيين يتحدثون بأن المرحلة القادمة بأن هناك عملية احتلال وتمدد يصل إلى مكة. تحدث القادة في الحرس الثوري الإيراني في التيار الثاني بأن العمليات العسكرية التي يقودونها في اليمن ويدعمونها ويأجيونها بأنها ستصل إلى منشآت نفطية وأيضا إلى الرياض إلى الطائف إلى أكثر من منطقة سعودية. هذا هو تقريبا أكبر ما يبرر وجود إيران واستمرارها في عملية دعم وجود حرب موجودة في البلاد أو من أجل حتى الوصول إلى انفصال لدولتين يسيطر عليها الشمال الحوثي وفي الجنوب يسيطر عليها الحراك الموالي لها والذي تدفع له منذ مدة طويلة. أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا الباحث في الشؤون الإيرانية عدنان هاشم، كنت معنا من عدن. ينضم إلينا من لندن للمشاركة في هذه الحلقة الدكتور محمد جميحة. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا دكتور محمد. وزير الخارجية عبد الملك المخلافي يتحدث عن تقديم الحكومة اليمنية لشكوى لمجلس الأمن ضد التدخلات الإيرانية، ربما بعض وسائل الإعلام نشرت تسريبات عن هذه الشكوى أنها ستكون ضمن 5 ملفات، ملف سياسي اقتصادي وأمني وأيضا ملف حقوقي وملف يتعلق بدعم الإرهاب ضمن التدخلات الإيرانية. إلى أي حد هذه الشكوى ستحد من التدخل الإيراني في اليمن؟ أنا أعتقد أن الشكوى يعني سيكون لها يعني من قبل تسجيل الموقف يعني لا أكثر. مجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل عام هي الجهة التي يلجأ إليها من لا حيلة لها، يعني نقولها بكل صراحة.
ما لم يكن لدى الحكومة اليمنية وهي جزء من منظومة عربية القدرة على مواجهة التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن العربي والشأن اليمني جزء من هذا الشأن، فإن مجلس الأمن والأمم المتحدة لن يحرك ساكنا. يعني ماذا فعلت الأمم المتحدة لفلسطين منذ النكبة من 48 لحد هذه اللحظة؟ علينا أن نكون واقعيين. الحكومة اليمنية يمكنها أن تقدم هذه الشكوى، لا يعني ذلك أنها لا تقدم هذه الشكوى، لكن من قبيل أنها سجلت موقفا في الأمم المتحدة و يعني أرخت لهذه التدخلات في منظمة دولية حتى تعرف الأجيال وتعرف الأجيال القادمة بأن الإيرانيين والنظام الإيراني تحديدا تدخلوا بشكل سافر وبشع وغير أخلاقي في الشأن العربي، مستغلين الظروف الراهنة التي تمر بها المجتمعات العربية بمراحل تحولات. نعم دكتور محمد، لماذا المجتمع الدولي برأيك يغض الطرف عن التدخلات الإيرانية في المنطقة؟ هذا أمر واضح، يعني لم يعد الأمر بخفي. المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهي مجموعة من المصالح التي تمثل خمس دول في العالم لا أكثر، وبالتالي تسمية المجتمع الدولي باسم خمس دول هذه نوع إما أن نفهمها على أنها من قبيل الكلام الاستعاري أو أنه من قبيل الكلام الذي ينطوي على مغالطات كبيرة. هذه خمس دول ليست مجتمعا دوليا، وبالتالي مصالح هذه الدول الكبرى تتمثل في أن يظل العرب في الوضع الراهن وأن يظل النفوذ الإيراني والتغلغل الإيراني داخل المجتمعات العربية من أجل إضعاف هذه المجتمعات، ليس لصالح الإيرانيين وإنما لصالح ما يسمى بالمجتمع الدولي. وما الإيرانيون في الأخير إلا أداة هذا المجتمع لتفتيت وحدة النسيج العربي، ولا نقول وحدة الدول العربية وإنما وحدة المجتمعات العربية، لأن الآن الخلل داخل المجتمع ولم يعد داخل مؤسسات الدول نفسها. لكن بالمجمل أنا أتصور أن هذا الذي يحصل هو من قبيل حقن الجسد الذي يعاني بفيروسات الحصانة التي ينبغي أن تنبه الأجيال إلى أن الخطر الداهم هو الخطر الإيراني. يجب أن نعرف الآن بأن الخطر الإيراني هو أهم الأخطار التي تحدق بالعرب، وأن النظام الإيراني عندما يرفع شعارات العداء لإسرائيل والعداء للولايات المتحدة الأمريكية إنما هو من أجل التغطية عن العداء الحقيقي للعرب. الإيرانيون والنظام الإيراني أضر بالعرب في سوريا، في اليمن، في لبنان، في العراق، ويتدخل أيضا في شؤون الدول العربية. لكن أيضا العرب أضروا بأنفسهم دكتور محمد بتخاذلهم، يعني فيما بينهم البين. نحن لا نتحدث عن التخاذل العربي، نحن هذا التخاذل العربي مفروغ منه صحيح، لكن نحن نتحدث عن من يقول بفلسفة حلال على الشاطئ. طيب عداء الربيع العربي، ثورات الربيع العربي دكتور محمد، ثورات الربيع العربي والعداء لهذه الثورات، إلى أي حد تقاطعت هنا مصالح بعض الدول العربية مع مطامع إيران وبالتالي حدث ما حدث؟ الإيرانيون هم أصل لهم إجندة مختلفة تماما عن سواء كان عن الإجندة العربية المتمثلة في الثورات المضادة أو عن إجندة حتى أدوات إيران في المنطقة. لك أن تعرف بأن الإيرانيين والنظام الإيراني، نحن نقول الإيرانيون نقصد به نظام الآيات، نظام ولاية الفقيه في إيران، هذا النظام للأسف الشديد استطاع أن يضرب العرب بالعرب، واليوم يحارب اليمنيين باليمنيين ويحارب العراقيين بالعراقيين والسوريين بالسوريين، ويحارب أيضا ليس بدماء عربية وإنما يحارب العرب بأموال عربية. ذهب الحوثيون قبل أيام إلى بغداد والتقوا بمراجع شيعية غنية وثرية في العراق تمتلك المليارات، وعلى أمل أن يحصلوا نوعا من الدعم من هذه المرجعيات التي تتحصل على مليارات من أموال الشعب العربي العراقي ليقاتلوا بها الشعب العربي اليمني. إذن هم يقاتلون العرب بأياد عربية ويقاتلون العرب بأموال عربية. لا تخسر إيران رجالا ولا تخسر أموالا، العراق يدفع، العراق الإيراني، العراق بشكل الإيراني يدفع، والعرب المنظومات العربية المنضوية تحت نظام ولاية الفقيه هي التي تقاتل بالنيابة بالبروكسي عن الإيرانيين. إذن ما لم يتنبه العرب لهذه الحيلة التي لجأت إليها إيران بعد أن عزمت في حرب الثمان سنوات وتجرع الخميني كأس السم، ولجأت إيران إلى تفريغ جماعات لتحارب العرب من الداخل بدلا من الحرب المباشرة مع العرب التي جربتها مع العراق وهزمت فيها، ما لم ينتبه لهذه الحيلة وبسحب البساط من تحت هذه الجماعات الموالية لإيران وضم الشيعة العربي إلى نسيجهم العربي، وكثير منهم ليسوا على أفكار ولاية الفقيه ولا يؤمنون بها،
علينا أن نعرف بأن الحرب ليست عسكرية مع إيران وإنما عسكرية وثقافية وسياسية أيضا. وهذا فعلا ربما أشارت إليه المصادر الحكومية التي نقلت بعض الأخبار عن فحوى الشكوى التي ستقدمها الحكومة اليمنية أنها تندرج ضمن أكثر من محور، ربما منها المحور الأخلاقي والثقافي الذي أشرت إليه. دكتور محمد، أستأذنك بالبقاء معنا، أعود مرة أخرى إلى الرياض للأستاذ سليمان العقيلي. أستاذ سليمان من جديد أهلا بك، إذا كان لك من تعليق في نقطة ربما ما حدث ما بعد 2011 وتقاطع بعض المصالح للدول العربية مع مطامع إيران وتمكنها أكثر من التدخل في الشأن العربي، هل لك من تعليق؟ أستاذ سليمان؟ أستاذ سليمان يبدو أن فقدنا الاتصال بالأستاذ سليمان العقيلي، أعود مرة أخرى للدكتور محمد جميح. دكتور محمد، إذن الكثير من الإدانات التي تطلقها الحكومة اليمنية وربما العرب بسبب التدخلات الإيرانية في المنطقة للمجتمع الدولي، لكن لا اكتراث وهناك الكثير من التجاهل لهذه الإدانات، ما مصدر القوة الذي تستند عليه إيران في استمرار تدخلاتها باعتقادك؟ هي الإيرانيون أو النظام الإيراني ليس قويا، وإنما الظروف التي تخدم النظام الإيراني بعدة جوانب، بخلخلة الصف العربي ووجود هذه اللحظة التاريخية التي وجد فيها العرب في هذا الوضع، وأيضا لأن النظام الإيراني في وضعية يخدم المصالح الدولية والمصالح الغربية تحديدا التي لها أطماع لا شك في المنطقة. نحن لا نتكلم عن نظريات المؤامرة، هذه ليست مؤامرة ولا نظريات في الهواء ولا خيال، إنما هذا أمر واقع نشاهده ونلحظه من سوريا شمالا إلى اليمن جنوبا. الإيرانيون استطاعوا أن يقنعوا العالم بأن العرب على صنفين، واحد إرهابي عربي سني إرهابي وعربي شيعي يحارب الإرهاب، وهذه المعادلة التي أنتجتها إيران، ولا بد للعربي السني الإرهابي من أن يواجهه عربي آخر يحارب الإرهاب. الإيرانيون لا يحاربون الإرهاب، هم العرب الشيعة الذين يحاربون الإرهاب، والإيرانيون ليسوا إرهابيين، العرب السنة هم الإرهابيون. هكذا أريد لهذه المسرحية القذرة إنجاز التعبير أن تخرج بهذا الشكل، من أجل قسم العرب إلى معسكرين، معسكر إرهابي ومعسكر آخر يحارب الإرهاب على أسس طائفية، والعرب للأسف الشديد ينساقون وراء هذه المسألة دون أن يعوا، وخاصة العرب الشيعة، وليس العرب الشيعة بمعنى عمومهم، وإنما المنظومات التي انضوت تحت نظام ولاية الفقيه التي تمارس هذا الدور، وهي لن والإيرانيون يعرفون تماما أنهم لا يقاتلون من أجل هذه الجماعات، وإنما يقاتلون من أجل إيران ذاتها. وقد صرح أكثر مسؤول إيراني في الحرس الثوري، في رئاسة الجمهورية، في الخارجية الإيرانية، بأن القتال في سوريا وفي اليمن وفي العراق هو دفاع عن أصفهان، ودفاع عن طهران، ودفاع عن شيراز، ودفاع عن قم وغيرها من المدن الإيرانية. إذا هم يخوضون حربهم في أطار عربية وعيال عربية، وأنا أعتقد أنهم عاجلا أم آجلا بأن هذه الحرب ليست حربهم وإنما حرب على أراضيهم، وإنما نتائجها وثمارها سيقطفها الإيرانيون، لكن نتمنى أن تكون الصحوة قريبا، ولن تكون هذه الصحوة ما لم يدرك الشيعة العرب بأن انتماءهم العربي القومي مقدم على انتمائهم الديني الطائفي. أشكرك جزيلا دكتور محمد جميح، كنت معنا من لندن. أعود للأستاذ سليمان العقيلي. أستاذ سليمان، في نقطة أثرناها في هذه الحلقة، إذا كان لك من تعليق عليها، نقطة أنه تمكنت إيران كثيرا من المنطقة العربية خلال السنوات الخمس الأخيرة جراء عداء بعض الدول العربية لثورات الربيع العربي، إلى أي حد تتفق مع هذا الطرح، وبالتالي كيف يمكن تجاوز ذلك؟ أولا إذا سمحت لي بس أختم سؤالك السابق الذي يبدو أنني لم أجب على جوهر الرئيسي، لماذا غفلنا عن المخطط الإيراني كل هذه السنوات؟ في الواقع أنه النوم على المظلة الأمريكية هو الذي خدرنا وجعل الإيرانيون يتوغلون بالدول العربية في ظل غفلة عن تمتين الجبهات، سواء الجبهات العسكرية أو السياسية والجبهات الداخلية والخارجية.
ولذلك انا اعتقد انه لابد الامه ان تستنفر قواها الذاتيه وقواها الوطنيه والداخليه، ولن يدافع عن الامه لا امريكا ولا غيرها. وهذا يبدو لي هو السبب الرئيس في ما حل بنا، لانه الولايات المتحده تواطات مع ايران على هذه الغزوات ضد الامه العربيه وتمزيقها والعبث بخرائطها، وهذا نتيجه اعتمادنا على الولايات المتحده. فيما يتعلق في ثورات الربيع العربي، انا لا اعتقد انه المواقف الدول الخليجيه من ثورات الربيع العربي كانت واحده. يعني مثلا كان هناك موقف محايد او ايجابي او الحياد الايجابي تجاه الثوره اليمنيه، وفي الواقع ان المبادره الخليجيه منعت اليمن او حاولت منع اليمن من انزلاق الحرب الاهليه، وامنت بنسبه معقوله جدا متطلبات الشباب اليمني الذي ترى في 2011. في موقف سوريا كان داعم للربيع العربي في سوريا، هو الذي يمكننا ان نقول انه كان موقف متمايز هو ما حصل في مصر. وفي مصر في الواقع يعني كان مصر متجهه للانهيار السياسي والامني، والفوضى في مصر في الواقع كانت ممكن ان تكون نذر شر للمنطقه كلها، ولذلك تدخل الجيش المصري، وبالتاكيد انه الامن والاستقرار يعتبر معياره اعلى من معيار الديمقراطيه في العالم العربي، لانه لا تكون حتى ديمقراطيات في ظل تشظي اجتماعي وصراع اهلي. وانا لذلك انا لا اعتقد ان الربيع العربي له علاقه في الزحف الايراني، وانما هو في الواقع ساند الطغاة الايرانيون، ساعدوا بشار ويساعدون الان علي عبد الله صالح، ولذلك هم يريدون اقامه دكتاتوريات دينيه. اقاموا ما يشبه النظام السياسي الديني في العراق تحت مظله الديمقراطية المزيفة. طيب. أستاذ سليمان، والتي لا تشبهها. نعم أستاذ سليمان، أنت حقيقة أشرت لكثير من النقاط، لكن لم يعد لدينا كثير من الوقت. ربما نختم بهذه النقطة عن رؤيتك لمستقبل اليمن وعلاقته بالخليج في ظل استمرار التدخلات الإيرانية، كيف تنظر له؟ أنا أعتقد أن الأمور تتجه في اليمن إلى تلاحم خليجي يمني لتطهير اليمن من العبث الإيراني، واليمن منخرط في المستقبل إن شاء الله بعد استتباب الأمن والاستقرار فيه سينخرط في مجلس التعاون. وأنا على ثقة بأن القادة الخليجيين لن يتركوا اليمن. سينخرط اليمن كيمن واحد من صعدة إلى المهرة في مجلس التعاون، وسيكون له علاقة وستعود علاقته بمحيطه الخليجي والعربي، أم ربما نشهد أكثر من يمن؟ لأن هناك حديث ربما عن قد تتطور الأمور في ظل الرغبة الموجودة لدى أمريكا وعلاقتها بإيران إلى تفتيت المنطقة إلى أن نشهد يمنين أو أكثر من ذلك. نعم الأمريكيون والإيرانيون يريدون الحقيقة تقسيم اليمن، لكن مجلس التعاون الخليجي أعلن عن موقفه في اليمن الموحد، ولكن ينبغي الإيضاح أن الخليجيين لا يمكنهم أن يقرروا مصير اليمن. اليمن مصير نظام ليس كنوع من تخلي الخليجيين عن اليمن ووحدته، ربما كأمر واقع في ظل الفيتو المفروض على دخولهم صنعاء، ربما لن تسير الأمور نحو نقل البنك المركزي لعدن أن تكون هناك دولة، وبالتالي يصبح مع الوقت غير لا تستطيع الحكومة الرئيس هادي أن تتحكم في جزء من المناطق، وبالتالي تترك لحلفاء إيران. أنا أعتقد أنه ليس من صالح الأمن القومي العربي ومن صالح أمن الجزيرة العربية تفتيت اليمن، قيام نظام سياسي قوي في اليمن حتى لو كان فيدرالي هو من صالح الأمن والاستقرار، ومن صالح وكذلك الإدارة المحلية، تعاظم دور الحكم الذاتي في اليمن أو الإدارات المحلية سيرضي الشعب اليمني وربما يحقق كثير من الطموحات، لأن النظام المركزي السابق أثبت فساده وجوره
على أهل اليمن في الشمال والجنوب. وبالتالي هذا ما يتحدث الحديث عنه. أشكرك جزيلا واعذرني على المقاطعة أستاذ سليمان العقيل، لم يعد لدينا وقت، انتهى هذا الوقت المخصص لهذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحياتي لضيوف هذه الحلقة، عدنان هاشم الباحث في الشؤون الإيرانية من عدن، وأيضا دكتور محمد جميح الكاتب والباحث السياسي من لندن، وللأستاذ سليمان العقيل الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الرياض. ختام هذه الحلقة شكرا لكم، وتحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة ماهر أبو المجد. في أمان الله.